أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بيكم في أولى حصص مراجعة مادة التاريخ. النهاردة إن شاء الله هنراجع على الوحدة الثالثة في التاريخ. وأول نوع من أنواع الأسئلة اللي بتجيلنا في الامتحان واللي أغلب الطلبة بيتضايقوا منها هي الأسئلة المقالية وبما تفسر. أحب أنوه إن الأسئلة المقالية ما بتحب، يعني أغلب المصححين ما بيحبوش إجابة واحدة، أو لو عندك أكتر من إجابة نكتب إجابة واحدة، على الأقل نكتب إجابتين أو ثلاثة. أول سؤال عندي هو بما تفسر قيام ثورة 23 يوليو 1952؟ بسبب استمرار الاحتلال البريطاني وتدخله في شؤون مصر الداخلية، ده سبب. تاني سبب هزيمة الجيش المصري في حرب فلسطين 1948، السبب التاني. السبب التالت فساد النظام الملكي. السبب الرابع عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة. السبب الخامس تدهور الحياة الاقتصادية لمصر. والسبب السادس سوء الأحوال الاجتماعية. طيب حد يسألني يقول لي طب احنا نكتب ست أسباب؟ لا، على الأقل نكتب 3 أسباب في الامتحان. بس مينفعش ان انا يبقى عندي مثلا سؤال اجابته 6 اسباب واكتب سبب واحد. طيب تاني حاجة هزيمة الجيوش العربية في حرب فلسطين بما تفسر؟ بسبب دعم الولايات المتحدة وبريطانيا لإسرائيل وعدم استعداد الجيش المصري والعربي عسكريا للحرب. طيب تالت سؤال عدم وجود حياة ديمقراطية سليمة قبل ثورة 23 يوليو 1952. ليه ما كانش في حياة ديمقراطية سليمة قبل الثورة؟ بسبب خضوع مصر للاحتلال البريطاني. وتاني حاجة فساد النظام الملكي وفساد الأحزاب السياسية. دي من الأسباب اللي خلت إن مفيش حياة ديمقراطية في مصر قبل الثورة. بما تفسر موافقة الملك فاروق على مطالب ثورة 23 يوليو 1952 ومغادرته البلاد قبل الموعد المحدد؟ لأنه أدرك إن الجيش والشعب يكرهان حكمه بالإضافة إلى تخلي الإنجليز عنه. 5، ليه فلسطين لها أهمية خاصة في قلوب العرب؟ ليه فلسطين لها أهمية خاصة في قلوب العرب كلهم؟ لأنه ولد بها السيد المسيح وأسري إليها بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه السلام، وفيها المسجد الأقصى اللي هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. يعني إيه المسجد الأقصى كان أولى القبلتين؟ إحنا دلوقتي لما بنيجي بنصلي اتجاه الكعبة، لكن الأول كنا إحنا بنصلي اتجاه المسجد الأقصى، الاتجاه بتاع المصلية يعني. فجي سيدنا محمد طلب من ربنا، او سيد ربنا عارف اللي في قلب سيدنا محمد، انه كان بيتمنى ان تبقى القبلة اتجاه الكعبة، فتغيرت القبلة وبقت ناحية الكعبة، فهو اولى القبلتين وثالث الحرمين. يعني عندي المسجد الاقصى ومكة ومسجد الحرام والمسجد النبوي، دول الـ3 مساجد. طيب سؤال تاني بما تفسر دخول الجيوش العربية فلسطين عام 1948 بسبب أو بهدف نصرة وإنقاذ الشعب الفلسطيني من بطش اليهود، عقب إعلان اليهود قيام دولة إسرائيل يوم 15 مايو 1948، وتاني حاجة مساعدة الشعب الفلسطيني على إقامة حكومة وطنية على أرضه. بما تفسر فشل العدوان الثلاثي على مصر عام 1956؟ العدوان فشل الثلاثي ليه بقى؟ بسبب المقاومة الباسرة للجيش مصر وشعبها وصلابة القيادة، وقوف الشعوب العربية بجانب مصر، تهديد الاتحاد السوفيتي بالتدخل لوقف العدوان، ورفض الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام القوة لحل المنازعات، وتنديد الأمم المتحدة بالعدوان. يعني ما شاء الله عندنا يجي 5 أسباب لفشل العدوان الثلاثي على مصر. طيب حد فاكر العدوان الثلاثي ده كان مين مشترك فيه؟
كان مشترك فيه بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. سؤال تاني، بما تفسر العدوان الإسرائيلي على مصر 5 يونيو 67؟ بسبب رغبة إسرائيل في القضاء على قوة مصر، خاصة بعد فشل العدوان الثلاثي عام 1956، وذلك باستدراج مصر والدول العربية إلى حرب غير مستعدة لها، فقامت إسرائيل بحشد قواتها على الحدود مع سوريا عام 1967. بما تفسر قيام حرب 6 أكتوبر 1973؟ ليه الحرب قامت يعني؟ بسبب رفض إسرائيل لكل نداءات السلام بالانسحاب من الأراضي اللي احتلتها في العدوان الإسرائيلي 5 يونيو 67، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 242، وتصميم مصر وسوريا على إزالة آثار نكسة يونيو 1967، واسترداد شبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان. بما تفسر طلب إسرائيل المساعدة من الولايات المتحدة أثناء حرب أكتوبر 73؟ بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بإسرائيل في إعداد الجنود والطائرات على الجبهتين المصرية والسورية. بما تفسر إحداث ثغرة في منطقة الضفر سوار أثناء حرب أكتوبر 73؟ بسبب تقديم الولايات المتحدة الأمريكية معلومات عسكرية لإسرائيل ساعدتها في إحداث الثغرة. بما تفسر تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر قبل ثورة 25 يناير 2011؟ يا ريت واحنا بنقرأ الأسئلة نركز هو بيتكلم عن ثورة إيه، لأن احنا عندنا كده ثورة في المنهج الترم ده، فنركز قوي في الرقم أو في التاريخ الثورة كويس عشان ما يحصلش لخبطة في الأسباب والنتائج. بما تفسر تدهور الأوضاع الاقتصادية في مصر قبل ثورة 25 يناير 2011؟ بسبب اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي دون ضوابط علمية والتطبيق الغير سليم لسياسة الخصخصة. الخصخصة دي اللي هي تحويل المال العام إلى شركات خاصة، يعني بيع المصانع الحكومية أو الهيئات الحكومية، نباعها في مزادات وياخدوها رجال أعمال ويعملوها عملية خصخصة. طيب بما تفسر سوء الأوضاع الاجتماعية قبل ثورة 25 يناير؟ احنا كنا دلوقتي عن الأوضاع الاقتصادية، ليه الأوضاع الاجتماعية بقى قبل ثورة 25 يناير كانت سيئة؟ بسبب زيادة الفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع وغياب العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة. بما تفسر تشكيل الشعب المصري لما عرف باللجان الشعبية أثناء ثورة 25 يناير 2011؟ بهدف حماية المنشآت والمناطق ومواجهة أعمال السرقة والحرق والترويع، لأن طبعا كان الشرطة انسحبت من الساحة فانتشر المجرمين، فأصبح إن كان لازم يعملوا لجان شعبية عشان كل لجنة تحمي المنطقة الخاصة بها. بما تفسر قيام ثورة 30 يوليو 2013؟ لأن السياسات الجديدة للدولة في عهد محمد مرسي لم تحقق حلولا للمشكلات التي يعاني منها غالبية الشعب المصري، خاصة بعد غياب العدالة الاجتماعية واستمرار سوء الأحوال الاقتصادية. سؤال تاني، بما تفسر يعد الجيش المصري الضامن لثورة 25 يناير 2011 و30 يوليو 2013؟ لأن أثناء ثورة 25 يناير 2011 أثبتت أحداث وقائع الثورة أن الجيش المصري قوة مساندة للشعب وليس أداة للنظام لقمع المتظاهرين وإجهاض الثورة. فأثناء بقى ثورة 30 يوليو 2013 تدخلت القوات المسلحة حفاظا على الأمن العام للدولة، وأعلنت بيان 23 يوليو 2013، ودعت إلى إيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها خلال أسبوع. يبقى ده كان دور الجيش المصري أثناء ثورة 25 يناير وأثناء ثورة 30 يوليو.
بما تفسر العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. احنا اتكلمنا ليه العدوان فشل، لكن ما قلناش السبب في العدوان نفسه. عندي 3 أسباب. كل دولة من الدول اللي دخلت الحرب كان ليها سبب. فعندي هنا أول سبب عقد حكومة ثورة 23 يوليو، اتفاقية مع الاتحاد السوفيتي سابقا لتزويد مصر بالأسلحة والمعدات، وذلك لمواجهة الأطماع الإسرائيلية والاعتداءات على الشعب الفلسطيني. يبقى ده كان أول سبب، أو سبب دخول إسرائيل الحرب. طب فرنسا دخلت الحرب ليه؟ بسبب مساندة مصر لحركات التحرر الوطني في الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي. طيب تالت سبب، إنجلترا دخلت الحرب ليه؟ بسبب تأميم مصر لشركة قناة السويس في يوليو 1956. يبقى ما ينفعش عندي سؤال بيتكلم عن عدوان الثلاثي أسبابه وقت السبب واحد، لأن يعني 3 أسباب لكل دولة سبب لدخولها الحرب. بما تفسر هزيمة الدول العربية في عدوان 5 يونيو 1967؟ بسبب التفوق العسكري الإسرائيلي وبصفة خاصة السلاح الجوي. استخدام إسرائيل عنصر المفاجأة لضرب المطارات المصرية بعد أن صورت أجهزة تجسس أمريكية حديثة المواقع المصرية، ومساندة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية لإسرائيل عسكريا واقتصاديا وسياسيا، ونقص التدريب وعدم توافر الأسلحة المتطورة للقوات المصرية. يبقى دي الأسباب اللي أدت إلى هزيمة الدول العربية في، أو هزيمة مصر في 5 يونيو 1967. طيب بما تفسر زيارة الرئيس السادات لإسرائيل عام 1977 لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي سلميا ولتحقيق السلام الدائم بعد سلسلة من الحروب استنزفت طاقات وموارد البلاد البشرية والمادية. يبقى عشان كده زي في الرئيس السادات لإسرائيل. بما تفسر لجوء مصر إلى التحكيم الدولي بعد 25 أبريل 1982؟ بسبب حدوث خلاف بين مصر وإسرائيل على تعيين مكان بعض علامات الحدود اللي هي طابة، واتفق الطرفان على مبدأ التحكيم الدولي إلى اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. هو طبعا اللي حصل إن بعد 25 أبريل اللي إحنا خدنا سيناء كلها ما عدا طابة، لأن كان في خلاف بين مصر وإسرائيل على إن طابة تبع إسرائيل وإحنا نقول لأ طابة تبع مصر. فطبعا لجأنا إلى محكمة العدل الدولية اللي حكمت بعديها بفترة إن طابة تابعة لمصر. الاستعانة بما تفسر الاستعانة بالقوات المسلحة المصرية أثناء 25 يناير للثورة يعني 2011، طبعا بهدف حماية وتأمين الممتلكات العامة والخاصة والمحافظة على أمن المواطنين. بما تفسر إصدار القوات المسلحة بيان 23 يوليو 2013 بهدف الحفاظ على الأمن العام للدولة ومنع انزلاق مصر في نفق مظلم من الصراع والاقتتال والفتنة الطائفية. بما تفسر يعتبر يوم 11 فبراير 2011 يوما تاريخيا في حياة المصريين، لأن ده اليوم اللي تخلى فيه الرئيس مبارك عن الرئاسة وسلم إدارة شؤون البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. عندي نوع تاني من الأسئلة اللي هو دلل على صحة العبارة الآتية، يعني اثبت إن العبارة صحيحة. فمعنى كده إن هجيب أدلة تثبت إن العبارة اللي بيقولها دي صحيحة. دلل اختلاف آراء المؤرخين حول ثورة 23 يوليو 1952، حيث يرى بعض المؤرخين أن لها أهمية كبيرة لما تركته من آثار على أغلب الحركات التحررية في المنطقة العربية وفي العالم، ولما أسهم به قادتها من تأسيس الحركات الدولية منها حركة عدم الانحياز والانحياز الإيجابي. عندي إجابة تانية، يرى المؤرخون آخرون أنها لم تبدأ عندما تأسس نظام تنظيم الضباط الأحرار، إنما كان هذا التحرك مكملا لنضال طويل وممتد منذ الثورة العربية وثورة 1919 وحتى قيام ثورة 23 يوليو 1952.
دلل سقوط الادعاءات المزيفة باستقلال مصر بعد حادثة 1942 فبراير 1942، أو لم تحقق معاهدة 36 الاستقلال الحقيقي لمصر. يبقى عندي سؤالين ليهم نفس الإجابة أو نفس الإجابة، دلل على صحة السؤالين. حيث قامت قوات الاحتلال البريطاني في فبراير 42 بمحاصرة قصر عابدين لإجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس رئيسا للحكومة المصرية، مما يعد تدخل في شؤون مصر الداخلية. دلل اتخذت مصر عدة إجراءات لإعداد الجبهة الداخلية قبل حرب أكتوبر 1973، حيث تم رفع الرقابة على الصحف وإصدار دستور جديد للبلاد عام 1971 وإلغاء الحراسات والإجراءات المقيدة للحريات والقضاء على مراكز القوى وتجهيز الجيش وتسليحه بأحدث الأسلحة وتدريبه عليها. دلل عملت مصر على تهيئة الجبهة العربية استعدادا للحرب في أكتوبر عام 1973، حيث قامت مصر بتصفية الخلافات العربية وتوحيد الصف العربي والاستفادة من كل الموارد والإمكانيات العربية المتاحة. دلل فساد النظام الملكي قبل قيام ثورة يوليو 1952، حيث تمثل ذلك في استبداد الملك فاروق بالحكم وانتشار الرشاوي كما حدث في صفقة الأسلحة الفاسدة. دلل تشابه الدفاعات الإسرائيلية في كل من الجبهتين المصرية والسورية، حيث أقامت إسرائيل خط ألوان أو خط اللي هو خط الدفاع الإسرائيلي في هضبة الجولان على الجبهة السورية، والذي يمثل خط بارليف اللي هو الخط العسكري الذي أقامته إسرائيل على الضفة الشرقية لقناة السويس على الجبهة المصرية. نوع تاني من الأسئلة: ما النتائج المترتبة على التطبيق الغير سليم لسياسة القسقسة في مصر قبل ثورة 25 يناير 2011؟ أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وتجمع آلاف العاملين بعد خروجهم معاش مبكر وانضمامهم لصفوف البطالة من الشباب في وقفات احتجاجية. ما النتائج المترتبة على عقد مؤتمر كامب ديفيد سبتمبر 1978؟ أدى ذلك إلى التوصل إلى إطار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل. ما النتائج المترتبة على توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في مارس 1979؟ ترتب على ذلك رفع العلم المصري فوق شبه جزيرة سيناء كلها يوم 25 أبريل 1982 بعد استعادتها من المحتل الإسرائيلي فيما عدا منطقة طوب. ما النتائج المترتبة على اجتماع وزراء النفط العربي بالكويت أثناء حرب أكتوبر 1973؟ ترتب على ذلك خفض البترول وحظر الصادرات النفطية إلى الولايات المتحدة، خاصة عندما طلب الرئيس الأمريكي مساعدات عاجلة لإسرائيل. ما النتائج المترتبة على مؤتمر سان ريمو في إيطاليا أبريل 1920 بالنسبة لفلسطين؟ ترتب على ذلك وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. ما النتائج المترتبة على تطبيق الهدنة أثناء قيام حرب فلسطين 1948؟ ترتب على ذلك قيام حكومة الانتداب البريطاني بتنفيذ وعد بلفور عن طريق اتخاذ عدة إجراءات، منها السماح بهجرة أعداد كبيرة من اليهود من جميع أنحاء العالم إلى فلسطين، والسماح بانتقال ملكية الأراضي من عرب فلسطين للشراء إلى اليهود. وبكده تكون انتهت أول حصص مراجعة مادة التاريخ على الوحدة الثالثة. كده يعني إن شاء الله أكون، يعني أتمنى أن أكون جمعت لكم أكبر قدر من الأسئلة وأكبر قدر من أنواع الأسئلة اللي بتيجي في الامتحان. كان معكم ريهام نوح، معلم أول دراسات الاجتماعية، مع تمنياتي بالتوفيق والنجاح وشكر خاص للإدارة العامة للمحتوى التعليمي.